وللمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيدة جليلة علي والسيد عضو مجلس النواب. أهلا ومرحبا بك في نشرة الثالثة. إذا نحتفل اليوم بيوم الطفل، سعادة النائب، ما هو دور السلطة التشريعية بخصوص ملف دعم الشؤون المتعلقة بالطفل وحماية حقوقه؟ السلام عليكم، مرحبا فيكم. طبعا الطفل والأطفال بشكل عام هم أساس بناء المستقبل، هم قادة الغد، لذلك يحرص مجلس النواب بتفعيل جميع الأدوات البرلمانية من أجل التأكيد على سن تشريعات القوانين التشريعية والرقابية والمالية من خلال مراقبتنا لأعمال وأداء الحكومة في الجوانب المتعلقة بالطفولة. طبعا كل ذلك يأتي تفعيلا للتوجيهات السامية الهادفة للرعاية الكاملة الشاملة لحقوق الطفل. عديدة هي المراسيم والقوانين التي تم المصادقة عليها المتعلقة جميعها بحقوق الطفل، حمايته وحماية مصلحة الطفل. إذا نتكلم بشكل موسع أكثر، فمجلس النواب من خلال لجنة الخدمات يقوم بشكل مستمر في تفعيل تشكيل اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل اللي تم تأسيسها حتى الفصل التشريعي الخامس، وتعتني أيضا بدراسة مشروعات وقوانين ومقترحات متصلة بالمرأة والطفل. مجلس النواب كان إليه الدور الكبير من خلال اللجنة وبقية اللجان على المشاركة المستمرة والفاعلة وحتى التمثيل الدولي في الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات المتعلقة بمجال الطفولة. أيضا هناك تعزيز قنوات تواصل مستمر بيننا وبين السلطة التنفيذية التي تعتني دائما باحتياجات الأسرة البحرينية بخدمة المرأة والطفل في البحرين، والتواصل مستمر مع مؤسسات المجتمع المدني المتعلقة أيضا بالطفولة. لما نتكلم عن جهود أمانة المجلس فهي جهود واضحة تتعلق بعضها بتنظيم برنامج الثقافة البرلمانية للأطفال، مشاركة واسعة ما شاء الله في حدود 400 طفل في 2020، 70 طفل في 2021، وأيضا هذا العام يتم خلالها تقديم أطروحات تستهدف نشر الثقافة البرلمانية. هناك جلسة محاكاة لبرلمان الطفل تهدف أيضا لنشر الثقافة البرلمانية وإبراز المنجزات والمكتسبات من خلال المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية. يتم فيها تعليم طريقة طرح الأسئلة البرلمانية، طريقة مناقشة القوانين ورفعها للحكومة، يعني جلسة محاكاة مقاربة للبرلمان الحقيقي. يتم أيضا ندوة افتراضية حول برلمان الطفل، هذا العام تمت عبر المشاركة مع مشاركة إماراتية وبحضور الطفلة البحرينية ريتاج العباسي عضو البرلمان العربي للطفل. أيضا تدريب مساق خدمة المجتمع بالتعاون بيننا وبين وزارة التربية والتعليم اللي يتم تدريبهم في أقسام مجلس النواب، ويتم استقبال طلبة المدارس بشكل أسبوعي لحضور جلسات المجلس ومناقشاته وإدراك الأبعاد الأساسية للتشريعات والمشاريع. كل ذلك أستاذي وأحبتي يؤكد على أن الطفل في البحرين أعظم ثروات الأمة، هو أساس بناء المستقبل، والعمل البرلماني ضرورة للمساهمة في تنمية الطفولة وحمايتها بما يضمن للطفل البحريني إن شاء الله مستقبل أفضل في مملكة البحرين الحبيبة. نعم، شكرا لك سعادة السيدة جليلة علوي السيد عضو مجلس النواب، شكرا على هذه المداخلة.